الصحفيات والصحفيين والصديقات والأصدقاء. هذا اللقاء تواصلي بطبع الحال شاءت الظروف وشاءت الأقدار الإلهية أن يكون في يوم ممطر. وهذا اليوم الممطر يذكر كذلك باليوم الممطر الذي تمت فيه عملية الطرد ديال المغاربة من الجزائر في 1975، لأنه كان في يوم ممطر أيضا، وكان في عز فصل الشتاء وفي أجواء تخليد عيد الأضحى. إذا الصدفة أيضا جعلت أن هذا اللقاء يكون في هذه الأجواء المناخية التي تذكر بالأجواء المناخية التي تمت فيها عملية طرد المغاربة من الجزائر 1975. هذا اللقاء سميناه لقاء تواصلي، إنه فيه ثلاثة ديال الفقرات. فيه طبعا حال إعلان عن المبادرة التي قامت بها المنظمة والتحالف الدولي يتعلق بالترافع أمام الفرق النيابية بمجلس النواب حول مبادرة نوعية جديدة تتعلق بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق وفقا للدستور وفقا كذلك للقانون التنظيمي المتعلق بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق. والحدث الثاني هو التوقيع على اتفاقية التعاون ما بين المنظمة والتحالف الدولي التي سوف نطلعكم على فحواها. والحدث الثالث وهو المتعلق بتوقيع الصيغة العربية لكتاب سي محمد الشرفاوي رئيس التجمع الدولي حول رحلة ذهاب بدون إياب، وهو الترجمة العربية لكتاب سبق أن زاره السي محمد الشرفاوي باللغة الفرنسية بعنوان لا مارش نوار. بطبيعة الحال هذا الكتاب هو حقيقة هو نوع من السيرة الذاتية، واحد السيرة الذاتية فيها واحد الشخصية اللي هي شخصية عيسى. عيسى مقابل ديالو السيد الشرفاوي كيتحدث بطبيعة الحال من خلال إعادة إحياء واحد الذاكرة هي كتحكي بطبيعة الحال الترحيل أو الطرد 45,000 أسرة مغربية. ما نعاودوش نتحدثوا على التاريخ. الكتاب فيه واحد 12 فصل، هو هاد 12 فصل كتبدا من البدايات، بمعنى منذ ميلاد عيسى. وفي نفس الوقت فيها واحد النوع ديال ماشي فقط هي عباره على روايه، كتحدث على الجوانب الذاتيه، ولكن هي في الاصل ماشي كتاب، هي عباره على كتاب ولكن بواحد النفس، نفس روائي. فبالتالي هذا النوع ديال الكتاب اللي هو يمكن عنده هذا النفس هذا روائي مباشره، انك يصلح انه يتحول لشريط سينمائي، بمعنى اللي غيدير السيناريو ما غيتعذبش بزاف، فيها الشخوص فيها الى اخره. اذا الكتاب بصفه عامه هو اولا يتحدث على لسان واحد الشخصيه خاصه بها سي الشرفاوي اسم عيسى، وفي نفس الوقت كما تحدثت من قبل كيتحدث على المسار ديالو منذ ان راى النور الجزائر، ولكن في نفس الوقت كيتوقف مطولا على اللحظات والاجواء اللي عايشها خلال التعرض ديالو رفقه بطبيعه الحال ديال الاسره ديالو الترحيل او الطرد التاسفي نحو الحدود الشرقيه ديال المغرب. وهذا الجانب هذا ينقص الجمعيات الحقوقية من أجل الترافع كوثيقة لتقديمها في الجهات الحقوقية. فارتأينا بأن المؤهل بالنسبة للمذكرة مؤهل للقيام بذلك كلجنة تقصي الحقائق هو مجلس النواب، وإذا خرجت من مجلس النواب سيكون لها
ما لها وقتها. فغلبنا هذه الفرق، ذكرناها لأن وجدنا كما قال السيد الرزاق آذانا صاغية، لأن الجميع يتذكر هذه المأساة التي كانت في ظروف استثنائية في 75 في دجنبير في يوم العيد، واستقبال الغالبية من طرف العائلات ولا في الخيام خاصة في مدينة وجدة اللي كانت هو بحال شي معسكر، المئات والآلاف التي تصل كل يوم. هذه المعاناة التي عشناها معهم، عشناها كتلاميذ وكطلبة وغيرها. فهذه الوثيقة أساسية بالنسبة لي، فإن المعاناة إن معاناة حتى بالنسبة للعائلات التي فقدت أفراد عائلتها، اختطفوا حتى من الحذرة. قد وجدنا 7 حالات قدمناها لفريق الاختفاء القسري، ولكن لو كان هناك تقصي الحقائق سنعرف العدد الحقيقي لمثل هذه الحالات، لأن هناك مثل هذه الحالات. فبالطبع نجد بأن المذكرة وجهت ووجدت آذانا صاغية، ونحن سنعمل جميعا. وهنا أذكر بأن المنظمة واكدت جمعية الضحايا في المرافعة داخل المحافل خاصة في مجلس حقوق الإنسان، حيث قمنا بالعديد من الندوات والأنشطة الموازية، وأيضا سألنا كما قلت فريق المختص باختفاء القصير. كل هذا العمل لم يكن يسندنا فيه وثيقة كما قلت رسمية، لأن الأجانب والحقوقيين لا بد من وثيقة أساسية. ومن هنا جاءت مبادرة والتي لعب فيها الصديق عبد الرزاق دورا مهما في هذا، سواء بالنسبة للاتفاقية وهذا الجمع اللي احنا كنا